آخر خبرية هلأ عرفت فيها يا ولاد العم بأنه رفيق ابني مرته عندها صاحبة بتشتغل بمستشفى بهمن، فطلبوا منهم الحزب أنه يسكروا 4 طوابق ويخلوهم ويجهزوا كل المعدات اللازمة بكل مستشفيات التابعة لألهم، يعني زهرة، البهمن، الساحل. يعني يا حبيبة قلبي يا حرب أهلية، أنا بتوقع يعني أنا هيك استنتجت، يا حرب أهلية حتصير يا أما بكرة بدهم يقوصوا على المتظاهرين يصير في دم، يا أما حاسسهم قلبهم إنه إسرائيل جاي تضربهم. بالنسبة للست بنت العم اللي عملت امبارح فويس موجهته لأولاد العم وعم تحكي عن شيء هيك فجأة، اشياء اللي هي اكتشفتها عند حزب الله، انه حزب الله عم بيحضر المستشفيات ومدري شو عم يعمل، وعم بتحلل هي طبعا انه يا اما بده يقوس على المتظاهرين يا اما هو بده في حرب اسرائيلية عليه، جاي اسرائيل تضربهم، تقول هيك فرحانة يعني. فطبعا لفت لي نظري اكثر من شغلي، انا حكيتهم بفويس اللي رديت فيه على الست نضال عم تسالني عن رايي وبعثت لها رايي انا بفويس، انه اول شيء لفتت لي نظري قصه يا ولاد العم، لاولاد العم عم توجه. نحن بالثقافه العامه تبعنا تبع العرب كلهم لما بيقولوا ولاد العم بيقولوها طبعا من باب النكته او الاشاره، يشار فيها الى الاسرائيليه بشكل عام، انه على اساس قاعده انه اسحاق واسماعيل، انه نحن ابناء اسماعيل ومسلمين، اليهود هن ابناء اسحاق ولاد عم، وحروب دائمه من بعضهم. فبده يحكي حدا كلمه بيقول ولاد العم من باب النكته اوقات او باي مورد مستورد يعني الكلمه، بس ما بتحمل معنى ثاني غير انه الاسرائيليين هاي الكلمه بالذات. فيا الست عم بتوجه الكلمه لاولاد العم، استوقفتنا القصه يعني. بعدين مرهوقة أو مخفوقة وصوتها عم هيك يعني عم بتقطع مدري كيف، وعم مش عم تقدر تلقط نفس، عم بتخبرهن عن شي شغلة فظيعة، خبر فظيع إنه بمستشفى بهمن عم بفرغوا الطوابق. طيب عم بفرغوا الطوابق، ما هو مستشفى، إذا بيحضروه كمستشفى ما هو مستشفى، يعني مش بناية عم تفرغي فيها طوابق سكنية لتحضريها مستشفى، أو والله عم يبنوا مستشفيات ميدانية لأنه جاي الحرب. ف يعني هالطريقه بالكلام وطريقه المستشفى لمين؟ مستشفى بهمن لسماحه السيد محمد حسين فضل الله، والمستشفيات الثانيه اللي عددتها مستشفى الزهراء اللي عملوا سماحه الشيخ عبد الامير قبلان وسماحه المفتي الجعفر الممتاز. طبعا اللي بتبرعوا فيه ناس شخصيات من كل انحاء العالم تبرعوا يعني، ونعملت مستشفيات مهمه. وطبعا عدت هي مستشفى الساحل، يعني انتبهت انه عددت مستشفيات شيعيه وتحديدا موجوده بمنطقه الضاحيه. هلا لفت لي نظري انا قصه حزب الله بده يقوس على المتظاهرين، هيك عم بيقوس على المتظاهرين ليش يا ست يا بنت العم؟ بده يقوس عليهم. طيب ما السيد حسن هو اول واحد فتح ملف الفساد من سنة 2018 وقال هيدا الملف حنمشي فيه وحنعتبره معركتنا الرئيسية، وكلف لجنة برئاسة النائب سيد محمد حسن فضل الله على أساس هو يتابعوا هالملف وحضروا معلومات وملفات ضخمة للبدء بمحاربة الفساد. هلا وين صار وكيف الأسلوب وكذا بدناش نبحث فيه نحن، ولش تأخروا هالقد ما بلشوا فيه من بداية التسعينات أو من بداية الألفين على الأقل، يعني لما صاروا قوية وصار يقدر يمونوا على الداخل. فكمان ما بديش ناقش فيها هيدي، بس بدي ناقش بشغلة إنه المظاهرات اللي نزلت عم بتطالب بمحاربة الفساد، ما هي صبت بخانة السيد حسن، بس السيد حسن هو أول من تصدى لمحاربة الفساد رسميا بشكل جدي وفعلي من مجموعة السلطة الحاكمة، أول فريق تصدى لمحاربة الفساد حزب الله بشخص سمعت السيد حسن. طيب إذا هو اللي عم يتصدى لملف الفساد وإجا الشارع كله بكل طوائفه وبكل مشاربه السياسية وغير السياسية وبكل الأعمار وبكل الفئات إجا ونزلوا بعشرات الألوف أو مئات الألوف على الشارع ليطالبوا بمحاربة الفساد، فإذا هول شكلوا رديف وعمق استراتيجي للسيد حسن او لحزب الله بمحاربه الفساد، يقوس عليهم كيف ركبت مع المعادله يعني.
يعني هيك بيفتر راسك يعني، انه هاي المعادله كيف زبطت كيف ركبت. طيب هلا صرنا نحن اللي بده يقوس على المتظاهرين ضد الفساد، حامل ملف الفساد، والفاسدين هني مع المتظاهرين، كيف هاي؟ يعني فتنه، يعني كلام حتى ما نقول شيء تاني. لا لك، يستغلوا عفوية بعض الناس، ويستغلوا انه بعض الناس بلبنان في عندها نقزة من الاخر، او تجي بتصوري للاخر بطريقة بتنقز منه، بتصدق خبريات بعض الناس البسطاء الناس يعني. طيب انت يا ست، انت شو اللي عم تشتغلي عليه؟ عم تشتغلي مثل ما اشتغل الفيديو مبارح لشاب بيروتي ولهجته واضحة للي بينتبه ويصغي مزبوط، انه اللهجة بيروتية مش جنوبية، وقاعد ماسك واحد حطه بالقد مكسر له سنانه ومدميه وعم بقص له شعره، والشعر يمكن بيريك على فكرة، انه حسيت في شعرين انا. لا قصدي الرئيس بري شو؟ هاي اللي بدي قصدي خلص بليز، هاي اللي بدي يسب السيادو، هاي اللي بدي يسب السيادو. نبيه بري شو عامل لك يا اخو الشرموطه؟ اي لا كنت جارد، ما قصدي حطيتكم كلكم حطيتوا على الرئيس بري يا ولاد الكلب. لا لا كيف صبينا نزلنا لهون وبسيل نزلنا كله جاي الدور لك شعر من هون وشعر من فوق. بكل الاحوال تمثيليين، لانه انت كيف بتسب رئيس بري، كيف مدري شو، كيف بتسب الاستاذ نبيه ونازل فيه طرق كمان. شو المقصود من هيدا الفيديو؟ ما المقصود دبت فتنه، شو المقصود لك يعني؟ يعني هالشيطنه اللي عم تستعملها لرموز شيعية، شو الهدف منها غير الفتنة؟ شو الهدف منها غير إثارة النعال؟ لا عم بيصير فيديو من الطرفين يعني. طيب كمان معناتها نفس القصة، عم بتصب الخانتين، ويمكن نفس الجهة عاملة هيدا وعاملة هيدا. صحيح. بدك تشوفي مين اللي له مصلحة بهاي الفتنة. في شيء صار بلبنان إنه الناس دار الدهرة للطائفية بهذا الحراك اللي صار. أنا بسميه ثورة، بسميه حراك. هيدا الحراك لاحظت الناس اندمجت كلياً وشافت بعضها واندمجت مع بعضها، وكان في قاسم مشترك بيناتهم اللي هن المظلومية اللي وقعت على راسهم كلهم من الفساد العام بلبنان، والفساد رموزه من كل الطوائف، فداروا دهروا للطائفية واندمجوا بشكل كتير كبير الناس، وكلهم ارتفعوا عن الطائفية وعن هاي الحساسيات السخيفة الصغيرة. في يعني مخطط لترجعوا تقلبوا الأمور وتعطوها طابع طائفي؟ ليش؟ عز عليكم وصعبت عليكم انت انه تدوب الطائفية من عند اللبنانيين، وعم نجرب نعمل مخطط لنرجعها. انا ما فيني صب هاي الفيديوهات الا عند هاي الجهات. في جهات تضررت من توحد الشعب اللبناني، وفي جهات يمكن ازعجها انه هيدا الفتيل اللي عطول هن بيحركوا الفتنة بلبنان من خلاله انه فقد فاعليته، فيمكن عم يرجعوا يحركوا عن طريق هيدي الفويسات والفيديوهات المشابهة. ما بقدر افهمه غير هيك انا. خلي عينك على الجرس.